السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طالباتنا العزيزات، وصلنا إلى الروتين إكزامينيشن. بعد كل ولادة أكيد أكو فد روتين نستخدمه في صالات الولادة، هو لفحص الحامل بعد ولادتها. إكزام أوف ذا بلاسنتا أند ممبرين، يعني من تجين البلاسنتا وتولتها أكيد راح أشوف، أفتح إيدي وأشوف البلاسنتا بيها تو ممبرينز، اللوبس مالتها 35 إلى 37 لوبس. نشوف إذا نقص عندنا فأكيد هذا باقي فيس موجودة باليوترس تؤدي إلى النزف. الثانية هي by exploring، بعد الاستكشاف it on a plain surface to the sure that it's complete، يعني نتأكد من خلال من سطحيا نلاحظ سطحية البلاسنتا، يعني كسطح نشوف بأنه لازم أن تكون sure، نتأكد that it complete كاملة. If they are missed part، يعني لازم ماكو أي جزء نقص بيها. Exploration لازم نستكشف of the uterus down under general anesthesia. بعض الأحيان إذا كان بيها fat piece أو missed part، يعني فقدان جزء موجود باليوترس، لازم نعرض المريضة إلى general anesthesia، يعني نسوي لها تخدير عام حتى نقدر نستخرج البقايا الموجودة من البلاسنتا، لأنه تعرض حياتها إلى خطر يصير باسبارتم هيمرج نزف ما بعد الولادة. إكسبلور جنتل تراكت، من ضمن الروتين الإكزامينيشن الفحص لازم نشوف الجنتل تراكت، يعني قناة الولادة نفحصها، بيها تير، يعني بيها تمزق، بيها لاسريشن، بيها خدش، بيها جرح. For any laceration، من أي خدش أو جرح that should be immediately repaired. Repaired يعني تصنيع، يعني خياطة، ينخيطة، نعالجة. لازم immediately، لازم فورا. ليش؟ إذا انترك راح يسوي لنا مشاكل. Immediately repair. زين. Repair of episiotomy، كيفية تصنيع وخياطة الابيزوتومي، قلنا منطقة قص العجان. Fourth stage of labor، المرحلة الرابعة، من كملنا third stage of labor اللي ولادة المشيمة، بدينا بالمرحلة الرابعة. Observation for the patient، يعني ملاحظة ومشاهدة المريضة اللي ولد بعد الولادة. Particularly atony، جزئيا of the uterus، نشوف الرحم عنده atony. Atony يعني خمول، of the uterus صار بالرحم. And vaginal bleeding، ونلاحظ إذا كان من منطقة التناسلية ظهر عندنا bleeding، وتكون العناية الأربع ساعات الأولى داخل المستشفى والعشرين ساعة هي في البيت، يعني 24 hours.